أتمنى أن تستمتعوا في مشاهدة هذا الفيديو. لغز اليوم للأذكياء يمكن يكون صعب ويمكن يكون سهل، احمل على تنشيط عقلك. ستشاهدون معنا اليوم تحدي في لغز ممتع وشيق للذكاء، حاولوا الإجابة عليه. أتمنى أن تستمتعوا في مشاهدة هذا الفيديو. اللغز هو: ما هو هذا الشيء الذي ترميه كل ما احتجت إليه فيغنيك ويدخل الفرحة والسرور على عائلتك؟ فلتجيب على هذا اللغز، لأن الدماغ يحتاج للتدريب لكي ينمو. الألغاز تساعد في تنمية الذكاء. ما هو الشيء الذي ترميه إذا احتجت إليه فيغنيك ويدخل الفرحة والسرور على عائلتك؟ سهل جدا. لا يوجد في كل المدن، وإنما يوجد في بعض المدن. سأساعدكم في هذا اللغز. شيء ترميه كل ما احتجت إليه فيغنيك ويدخل الفرحة والسرور على عائلتك. ما هو هذا الشيء؟ نشطوا عقولكم. أيكم أمهر المفكرين؟ من لديه موهبة في حل الألغاز فليتفضل. اتركوا لي تعليق فيه جواب على هذا اللغز. أترك لكم الوقت الكافي للتفكير. سأعود معكم مرة أخرى. ما هو الشيء الذي ترميه كل ما احتجت إليه فيغنيك ويدخل الفرحة والسرور على عائلتك؟ ما هو هذا الشيء الذي يغنيك ويغني كل من يملكه ويدخل الفرحة والسرور على عائلتك؟ لغز بسيط جدا، تمعنوا جيدا. شاركوا هذا اللغز مع أصدقائكم حتى تختبروا قوة ذكائهم، وأيضا ستكون للتسلية والمرح.
لا تطلب المساعدة من أي أحد. مرن عقلك، روده على حل الألغاز، نشط عقلك وقوة ملاحظتك باللغز. ما هو الشيء الذي ترميه كلما احتجت إليه فيغنيك ويدخل الفرحة والسرور على عائلتك؟ الدماغ يحتاج للتدريب لكي ينمو. من لديه موهبة في حل الألغاز فليتفضل. اتركوا لي تعليق فيه الجواب، ولا تنسوا الاشتراك مع وضع الإعجاب. أتمنى أن ينال هذا الفيديو إعجابكم وهذه الفكرة إعجابكم أيضا. الألغاز تساعد على تنمية الذكاء وتصبح أذكى الأذكياء إذا حاولتم وجود الحل بدون استعانة أي شيء أو أي أحد. هل ستنجح في حل هذا اللغز؟ إنه سهل جدا وبسيط للغاية، فكروا جيدا. ما هو الشيء الذي ترميه كلما احتجت إليه فيغنيك ويدخل الفرحة والسرور على عائلتك؟ بسيط جدا وسهل جدا. شاركوا هذا اللغز مع أصدقائكم، سيكون للتسلية والمرح وسيكون لقوة ذكائكم. سأترككم مع حل هذا اللغز. أتمنى أن تجدوا حل لهذا اللغز، وفي انتظار الجواب أستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في فيديو قادم بلغز جديد. لا تنسوا أن تتركوا لي الحل في التعليق وأن تضغطوا على زر الإعجاب والاشتراك، ولكم جزيل الشكر والتقدير. كنتم في رعاية الله.